Motherfucker, no, I started from the bottom. Yo, what's up? إن شاء الله عيدكم مبروك. اليوم مش نحكيه على نوبة. خايف سمير العاقل بيدخلني الحبس خاطرني استعملت نوبة في تيتر متاع الفيديو. السيد كان يلقى طي وش النوبة على جبين. يا أخي ما تفرجش في التلفزة. تتفرج في التلفزة أنتي؟ تتفرج في التلفزة ولا إيه؟ أي ركزت مع التلفزة في السنة هذه وش لقبلت وما نسيت وما نحيتوش تراكن ماركرز منها. فما بارش أغلط أخرين زي ده كيما أمبولة مقصوصة وكيما التصوير اللي في التلفزة ماهيش متراكية مليح ترعش برشا. أما بون هذول الجماعة تزربوا بالوقت وهبطوها كيفما هكاكا من الأول على خاطر كي ترجع توا وتشوف الإبيزود على الأرتيفاي تلقاها تصلحت كاين وما صار حتى شيء. للعباد اللي متعرفشني هما تراكن ماركرز هما لي بوان اللي يتحطوا على أوبجي ولا حاجة باش من بعد في التركيب تسهل الخدمة معناها وتنجم تراكيه بالكدا في لوجيسيال. في مسلسل النوبة ديما يجيبوا مزودية غنيو أما الحقيقة عبد الحميد اللهم فنان كبير دونك أنا حبيت نجيبوا الفيديو هذي ونكرمو. المسلسل نهايته كانت خايبة برشا كان مات خير يظهر لي حبكم تعملوا اللي عمله لي بالضبط رجا يا مهبوط رجا يا مهبوط رجا يا مهبوط أنا إيه كنت محرقص له حكاية أخرى جملة والحقيقة ما في باليش بها باش تكون معناها أرحم برشا من النهاية اللي عملها له عبد الحميد خاطر بالرسمي الموت أرحم. وهذا مذكركم بشيء يا اخوي ما بنو كصالح برشا تريبات حاسيلو في راسه. تعرف حروز قاعد نشوف في الوان جدد وكل لون عنده صوت وعنده ريحته وكل شيء مربوط ببعضه. التشنيط مثلا جاي بيرسوناج كيما كريم يعني جو ريف دو فوار اللحم يتحل بالله كيف عملها اون غرو بلان جو با لو باسي في التلفزه. اي كيما في السين هذه نورمال بنيت لك ليهم عتبه الكل يفسدوا له وجهه. وأبسط حاجة يخرج موضوع كيف ما هكا ديجا عامل معاه الباهي على الاخر. شبيك خلينا انت حسنا التوانسة مغرومين بالشلابق في المسلسلات متاعنا ماهوش مسلسل تونسي كان ما فيهوش شلابق حاسيله. وعبد الحميد بصفة خاصة تحسه يعشق العنف هذاك علاش كل ما يلقى فرصة باش يحط صرفاق ولا دماغ ما فلتهاش. عذبني وانا ربي يمي ما مدن عذبني وانا ربي بوم من قبل مش من تورا ومش جديد عليه الحكاية. فانتاسيك سان فيلم بيزار شويه راهو يعني يا خويا كعبدو قداش يعشق الحاجات البيزار. سيد وصل حد كانيبال في المسلسل او ما يعبر عنه باكل لحوم البشر نيكلو جاب نو 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 قدام العود نانو يا زي نانو غسل يغسل الدور بالهواء يا زي يا شو اسمك جنو شك هيشة هون استاي برا قدمتو تضحكوا. وبيقف في موضوع الكانيبال وحاجات البيزار والحيوانات نجم يحكي يفسر لي جبال عبد الكل تنبح يا اخي المسلسل
يظهر لي مش لازم نحكي على كسكوس كونيكسيون ولا شنية، خاطر العباد الكل سمعت بها الحكاية تاو. تحب الكسكسي؟ ها؟ ما شفتش الفاتشة بتاعك منورتنا قدام البلدان الخارجية. أما سمعت باللي المرأة هذيك زادت تعمل باللازير هي بيرسوناج انسبيري من الحقيقة، والكباري متاعها كان مشاولها وزراء وعباد وشخصيات كبيرة معروفين. أما في باليش باللي في الوقت هذيك كانوا يرشقوا بالدولار. نو فما بوسيبيليتي باش يكون على نتفليكس. وي يظهر لي تو فهمت علاش نتفليكس تحب عليها السيري. باش لا 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 سي سكو جو فولي فير ملي انا صغير. انا اول فيلم شفته كيما ماركي في مخي هو لاموش أو الذبانة. ما نعرفش هنا علاش حط صوت الذبان أما نسي الذبان. عاد قلت خنفة واحد بشوي ذبان نشوف شنو تعطي. وداندي ساعات كي يحكي ما تحسوش اللي لازمه ترجمة كلمة بالعربي ما يقولهاش. وفما واحد ينجم يفسر لي شنو حكيت المسلسل التوانسه مع المثل هذا. العشره تذوب يا بابا الهيت. صوفي نتاعك مذوب. وماهر ما تحسهوش معمول باش تتغر في اخر كل حلقه من كل سيزون. وحتى كان جاي هو يحكم، حتى من حبيبه شكبت عليه. شكون يحكم احنا؟ حبيبه تحكم احنا. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبارتاجيوها، وتقولوا لي كان عندكم فكره ولا حكايه تحبوا لنا نعمل عليها فيديو. واستنونا في برشا جديد جاي في الثنين. بيس.